وحلقة جديدة من شؤون عربية. ربما تكون الأزمة السورية هي الأزمة الأبرز على الساحة العربية وربما الساحة الدولية أيضا. ففي الوقت الذي كانت فيه سوريا مهددة بتلقي ضربة عسكرية أمريكية، جاءت المبادرة الروسية لتضع حدا لهذه الضربة العسكرية ولو مؤقتا. فبعد استخدام السلاح الكيميائي في سوريا في 21 من أغسطس الماضي، جاءت الضربة العسكرية الأمريكية لتشكل خطرا حقيقيا على سوريا، ولكن تمكن الجانبان الأمريكي والروسي بناء على هذه المبادرة لإعطاء مهلة لمدة شهر قبل توجيه أي ضربة عسكرية، وهو فترة أو مهلة للنظام السوري ليضع أسلحته الكيميائية تحت الإشراف الدولي. واليوم في إطار المناقشات ما بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي، تم الاتفاق على عدة نقاط. من أهم هذه النقاط أولا إعطاء مهلة لمدة أسبوع للنظام السوري ليعلن عن مخزونه من الأسلحة الكيميائية، وأيضا أن يتم تفكيك هذه الأسلحة أو التخلص منها قبل حلول منتصف عام 2014، وأن يتواجد مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسوريا في موعد لا يتجاوز شهر نوفمبر عام 2013. مشاهدينا، هل تنجح المبادرة الروسية في نزع فتيل الأزمة السورية؟ هذه التساؤلات يجيب عليها ضيوفنا اليوم في شؤون عربية، الدكتور محمود بركات المدير العام لهيئة الطاقة الذرية العربية سابقا، أهلا بحضرتك يا دكتور، والسفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا بحضرتك السفير. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار مع ضيوف شؤون عربية لهذا اليوم. منحاز لفكرة صياغة الدستور آخر بعد الاتفاق بين الكيانين الأكبر في العالم، روسيا التي تدعم نظام بشار من جهة، وأمريكا التي طالما تحدثت عن حل عسكري للأزمة من جهة أخرى، حيث اتفق الطرفان على خطة للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية. تمهل الخطة دمشق أسبوعا لتقديم قائمة بهذه الأسلحة. اللقاء الذي جمع وزير خارجية الدولتين في جنيف والذي أتى بعد 3 أيام من المباحثات، أعلن بعدها كيري في مؤتمر صحفي على أهمية التخلص من الأسلحة الكيميائية. تلتزم الولايات المتحدة وروسيا بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية في أسرع وقت وبأكثر الأساليب أمانا. اتفقنا على أنه يتعين على سوريا أن تقدم في غضون أسبوع فقط قائمة شاملة، وسوف يتم الاتفاق على المعلومات الإضافية المتعلقة بالأمر في غضون الأيام المقبلة. كما نص الاتفاق أيضا على تواجد مفتشي الأمم المتحدة على الأرض في سوريا في موعد أقصاه نوفمبر المقبل. في حال مخالفة الشروط أو في حال استخدام أي أحد للأسلحة الكيماوية، فإن مجلس الأمن سيستخدم تدابير وفقا للفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على ضرورة أن تظل بلاده مستعدة للتحرك في مسألة الأسلحة الكيماوية السورية إلى جانب التحركات الدبلوماسية، في وقت تولت فيه ردود الفعل العالمية لترحيب أيضا بالاتفاق الروسي الأمريكي، حيث رحبت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها الذي قال أنه بتنفيذ تلك الخطوة فإن فرص الحل السياسي ستصبح متزايدة بشكل كبير. أما فرنسا فقد رأت في إعلان النظام السوري رغبته الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية أنه مفيد للغاية، مشددة على ضرورة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن في هذا الصدد.
وأما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقد أبدى تشككه في رغبة نظام الرئيس بشار الأسد في وضع ترسانته الكيميائية تحت الرقابة الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بتحرك حازم وحاسم إذا ما خلص تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة إلى أن الهجوم الذي تعرضت له المناطق القريبة من دمشق في أغسطس الماضي استخدمت فيه أسلحة كيميائية. من جهته أعلن المجلس العسكري الأعلى للمعارضة السورية رفضه للاتفاق الروسي الأمريكي، متهما نظام الرئيس بشار الأسد بنقل ترسانته الكيميائية إلى العراق ولبنان. واعتبر اللواء سليم إدريس رئيس المجلس الاتفاق بأنه لن يحل الأزمة السورية ويمثل ضربة للثورة السورية. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل اختزلت الثورة السورية التي اندلعت قبل عامين ونصف في مشهد واحد هو الرغبة الدولية في السيطرة على السلاح الكيميائي السوري، والذي من أجله دقت طبول الحرب ومن أجله أيضا خفضت أصواتها؟ مشاهدي الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وضيوفنا في الاستوديو لهذا اليوم. واسمحوا لي أبدأ من نقطة النهاية في التقرير، وهي هل تم اختزال المشكلة السورية في قضية السلاح الكيميائي الذي تملكه سوريا؟ والسؤال لحضرتك يا دكتور محمد. مسألة القضية دي قضية متشعبة جدا، لأنها فيها الكثير من الأشياء غير الدقيقة، أشياء غير مفهومة بشكل جيد، أشياء غير واضحة. فلم يتكلم أحد على أنواع الأسلحة الكيميائية التي استخدمت، لم يتحدد بالقطع من الذي استخدم السلاح، لأن هذه الأسلحة يعني يجب أن يكون هناك مستفيد من استخدامها. في نستخدم السلاح لغرض، الغرض ده مش موجود عند السورية، الحكومة السورية، هو موجود عند التنمية عند المعارضة يعني. عند المعارضة، ولذلك لازم يبقى فيه تحقيق جيد قبل ما نتطرق إلى القيام بأعمال عسكرية وتدمير الدول وغيره. لازم نبقى فاهمين من الذي استخدم هذا السلاح ومن المستفيد من إطلاق هذا السلاح بهذا الشكل. الحكومة السورية لديها ترسانة، نحن نعلم ذلك والعالم كله يعلم، وكثير من الدول لديها هذه الترسانة، لكن سوريا السورية الحكومة السورية ليس من مصلحتها إطلاق سلاح كيماوي. لماذا؟ لأنه معروف إذا ظهر سلاح كيماوي سيؤذى الأمر موجود عند الطرف اللي هو الحكومي، وبالتالي حتتهم بأنها هي، ولذلك هي تمتنع. الآخرين استفادوا من ذلك ليوقعوا هذه الواقعة. كل دي أفكار أخلص منها إلى أنه حينما يكون هناك عدم دقة أو عدم يقين في من أطلق، لا يمكن أن نطلق استنتاجات، وبالتالي لا يمكن أن نضع حلول. فإذا تركنا كل ذلك جانبا، سوريا أثرت أنها تسلم السلاح كل ما لديها من أسلحة تحت رقابة روسيا وأمريكا إلى آخره، ونتمنى ذلك. هذا يعتبر الحل السعيد لهذه القضية، وإنما هو يضر بالموقف العربي الإسرائيلي بشكل عام. لازم يكون هناك توازن قوى بين مجموعة الدول العربية ككل والسلاح النووي الإسرائيلي والكيماوي الإسرائيلي والبيولوجي الإسرائيلي. إذا فقد هذا السلاح من سوريا، وهذا مطلب كبير للإسرائيليين والأمريكيين، معناها أنه وقبل ذلك فقدت هذه الإمكانية لدى العراق. إذن نحن يمكن أن نستنتج أن القضية ليست بالبساطة اللي ممكن نتخيلها. القضية متعقدة جدا وترتبط بتوازنات أخرى كبيرة تربط الشرق الأوسط، ويجب قبل أن نستطرد في إطلاق الأحكام أن نتأكد من حقيقة الأمر. خلاصة القول أنه السوريين قبلوا الحل الذي حل هذه المشكلة بشكل مؤقت.
طيب سيادة السفير، حضرتك ترى ان نزع سلاح سوريا الكيميائي، هل هذا هو كل مطالب الشعب السوري؟ يعني في ظل ثورة مستمرة بقالها اكثر من سنتين، هل كل المشكلة تم اختزالها في حادثة وقعت في اغسطس الماضي بقتل اكثر من 1000 شخص حقا، ولكن المستفيد كما يقول دكتور محمود ربما لا تكون الحكومة هي المستفيدة او نظام بشار الاسد هو المستفيد من هذه الحادثة، ولكن هل تم اختزال الأزمة السورية والثورة السورية في مطلب واحد وهو نزع السلاح الكيميائي الذي يملكه بشار الأسد؟ للرد على السؤال ده الواحد لازم يبص للصورة الواسعة، لوضع الشرق الأوسط ولعبة الأمم الكبرى في هذه المنطقة. يعني لو نبص لعدد من استشهدوا في سوريا منذ بداية الثورة حتى الآن، أرقام بتقول 200,000 وفي ناس بتقول 100,000 والحكومة السورية بتقول لا الرقم ده كبير احنا اللي موتناه 70,000 بس. فهل انتظر المجتمع الدولي وانتظرت الولايات المتحدة الأمريكية حتى يموت 1400 بسلاح هو سلاح استخدم، مين اللي استخدمه ده مفروض هيخضع لتقرير فريق التفتيش من الأمم المتحدة. ده بيذكرني بالعراق، صدام حسين استخدم الغازات السامة ضد حلبجة في شمال العراق في المناطق الكردية ومات فوق 5,000 واحد، وبيتردد مستخدمه ضد إيران أيضا ولم يتحدث أحد ولم يعترض أحد، وفي وقت واحد كانوا يزودون إيران بالسلاح، أنا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية أيام ريغان، وكانوا بيزودوا العراق بالسلاح لكي يتم تصفية الدولتين كقوتين إقليميتين في الشرق الأوسط، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير. النهاردة الشعب السوري بيتقاتل بقاله أكثر من عامين، الجيش السوري ومقدرات الشعب السوري بتهدم على مدى كل هذه الشهور، ولم يرفع أحد إصبعا للاعتراض على ما يحدث في سوريا لأن القتال يدور بينها. القضية إيه؟ القضية أنه بيتم نزع أظافر الدول العربية دولة دولة. قذافي برضو سلم السلاح الكيماوي بتاعه والمعدات النووية بشوكها بصناديقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. العراق، وأنا أذكر حاجات مشابهة حصلت للي أنا بنسمعه النهاردة، يكاد يكون نفس الفيلم بس بإخراج رديء، يعني نفس الفيلم. قالوا صدام حسين لابد أنك تتخلص من كل الأسلحة الكيميائية اللي عندك، وبعتوا له فرق التفتيش والبرامج النووية ونفتش أصول الرئاسة، وفضلت العراق توافق توقيا لضرب عسكري، وظلت الشروط تتزايد، ثم في النهاية تم غزو العراق لنكتشف أنه لا يوجد لا سلاح نووي ولا يوجد أي حاجة. أنا في تقديري أن ما يحدث سواء من روسيا أو من أمريكا هو لعبة الدول الكبرى، لعبة الأمم على قطعة الشطرنج الإقليمية في الشرق الأوسط. هناك خطة محددة لتقسيم الشرق الأوسط وتفتيته وإضعافه وإنهاكه، وده اللي بيخلينا أقول إن مصر وثورة مصر اللي خصوصا 30 يونيو وما سبقها طبعا في 25 يناير أفشلت خطة كبيرة جدا جدا كانت جائزتها الكبرى يا مصر. كان هناك مخطط لنا أيضا أن نقع في نفس طب قبل ان يعني نتعمق في هذه النقطه، يسعدنا ان تكون معنا الدكتوره ثريا الفره كاتبه ومحلله سياسيه من موسكو. برحب بحضرتك يا دكتور. مساء الخير. اهلا، مساء النور يا فندم. يرى الكثير من المحللين دكتوره ثريا ان المبادره الروسيه كانت سببا في حدوث تراجع جوهري في احتمالات توجيه ضربة عسكريه امريكيه لسوريا، الى اي مدى حضرتك ترين فرصه تراجع هذا الاحتمال الان؟ نعم، ولكن بدايه دعيني اتفق مع الضيف الكريم الموجود لديكم في الاستديو بانه هناك شبه وكانه اتفاق ما بين العملاقين روسيا وامريكا
حقيقة على تدمير الأسلحة الكيميائية الكيميائية في سوريا، وربما تكون هذه البداية. يعني أنا ذكرت في مسابقة في آخر المداخلات الماضية بأن قمة اللقاء الذي كان على هامش G20 في سانت بطرسبورغ ما بين الرئيس الأمريكي أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقيقة وضع الخطوط الأساسية للخطة التي سيتم اتباعها فيما بعد. وأنا كنت دائما أقول بأن طرف طبول الحرب ما هذا إلا عبارة عن منابر إعلامية سيتم الإعداد لها فيما بعد لربما شيء هو خفي، ولكن اليوم هذا الشيء الخفي أصبح واضحا، الهدف أصبح واضحا. إذا في قمة G20 تم الاتفاق على أن يتم تدمير مخزون الأسلحة، وخاصة أن كيري قال بأن يجب تدمير مخزون الأسلحة بالكامل. وبالتالي إذا السعي في هذه النقطة أبدا، نحن نضع هنا الأزمة السورية أو ما يحصل للشعب السوري خارج إطار التسويات الآن الدولية التي تجري الآن بين خفايا السياسة وأروقة السياسة الدولية. الآن هو ما تسعى له كل من روسيا وأمريكا هو أولا تدمير جميع الأسلحة الموجودة في المنطقة العربية، بدأت في ليبيا، بدأت في العراق، ومن اليوم سوريا، وستتابع وبالتأكيد يعني ستعمل على فرط عقد أو حبات على عقد العربي داخل المنطقة العربية. الهدف لم يكن ليس فقط إنسانيا، على العكس نحن نقرأ في هذه المبادرة الهدف واضح ومعلن بأنها تسعى إلى تدمير الأسلحة الكيميائية الموجودة في دمشق. ولكن روسيا بذكاء استطاعت، يعني حقيقة هذه المرة الدب الروسي استطاع أن يتحرك بذكاء. هو أولا أوجد مخرج منطقي وواقعي للسيناريو الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية. والنقطة الأخرى، ما تزال موسكو تمسك بزمام الملف السوري. والنقطة الثالثة، استطاعت أن تضغط على دمشق بطريقة غير مباشرة بحيث أصبحت وكأنه دمشق هي متعلقة بحبال الأمان الروسية، وترى في هذه الخطة مخرج حقيقي للخروج من تلك الحرب التي صورت أمريكا للعالم بأنها واقع على محل. يعني جميعنا نتخيل بأن بعد ساعات وبأن بعد ربما أيام انطلق المسألة ستتم الضربة العسكرية، ورأينا السيناريو في إسرائيل وكيف استعد الشعب الإسرائيلي هناك. إذا هي حقيقة يعني مسرحية محققة بشكل جدا ذكي، ووصلت يعني واستطاعت أن تحقق الأهداف الموضوعة لها، وربما كان يعمل عليها من خلال لقاءات كانت تتم ما بين الوفود الروسية التي كانت تذهب إلى أمريكا أو حتى الوفود الجديد التي تحضر من واشنطن إلى موسكو. هذا ما أقرأه تماما، وكنت أنا قد ذكرته في مداخلات سابقة لأن هناك أشياء خفية، ولكن لقاء G20 في سان بطرسبورغ وضع بالتأكيد الخطوط النهائية لتلك الخطة. وضحت وجهة النظر دكتورة سوريا الفرة الكاتبة والمحللة السياسية من موسكو، شكرا جزيلا لك. دكتور محمود، إلى أي مدى حضرتك ترى أن نظرية المؤامرة ممكن أن تكون متورطة فيها موسكو مع الولايات المتحدة بهذا السيناريو حتى نصل في النهاية إلى نزع السلاح الكيميائي السوري، ربما تكون تمثيلية بالتلويح باستخدام ضربة عسكرية أمريكية للنظام السوري، ثم تأتي موسكو بمثل هذا المقترح وفي النهاية تحقق الغرض بدون أي تدخل عسكري، ولكن بالفعل يتم نزع فتيل الخطر الذي يهدد إسرائيل بوجود أسلحة كيميائية رابعة لدى النظام السوري؟ أنا لا أميل كثيرا إلى نظرية الاتفاق بين أمريكا وروسيا لتنفيذ ما يحدث الآن، ولكن أعتقد أن الظروف هي اللي هيئت ما يحدث الآن. يعني الظروف العامة هي اللي فرضت هذا الحل. روسيا لا شك أنها يعني في إطار تعاملها مع سوريا وعلاقتها السابقة واحتضانها لسوريا بشكل كامل في منذ الستينات أو من الخمسينات حتى، أعتقد أنها قامت بهذه المبادرة التي هي في النهاية نتائجها تضاف إلى الغرض الأمريكي من إنهاء السلاح الكيماوي لدى سوريا. لكن الروس المقصد الأول بتاعهم هو توقي أن تحدث لسوريا ضربة عسكرية لا داعي لها. يعني لا اعتقد انهم اتفقوا هي الظروف جمعت بعضها بحيث انها تنتهي بانه تحقق الغرض الامريكي والاوروبي، لان الاوروبيين ايضا كان لهم هذا المطلب، وفي نفس الوقت روسيا قامت بدور حافظ على الشعب السوري وغيره فقط. لكن المشكله انه
برضه ما زلنا نصر انه لازم نحقق نعرف من الذي اطلق، لانه دي هتوضح القضيه كامله ويبقى جزء من طب دكتور محمود، اليس عدم انتظار الولايات المتحده لنتائج التحقيق مثلا ربما يكون هذا دليل على انها يعني ترغب في توجيه ضربه عسكريه ايا كان الطرف المسؤول؟ المايكرو اناليسيز النهارده ممكن تعرفه مصدر، يعني نوعيه الغاز، نوعيه الماده اللي اطلقت، ممكن ان تعرف المنشا بتاعها. نعم. هل هي من، لان السوريين جابوا من روسيا السلاح الكيماوي اصلا وانتجوا هم شويه وغير، يعني هذا ده في تصور، ما حدش قال لي الكلام ده لكن نعم. هذا تصوري. فدي كلها بتبقى لها مواصفات معينه حينما تتعرض للتحليل الدقيق، فيحلل الجزء الذي اطلق على الضحايا في سوريا وتحلل هذه المواد الكيماويه لدى السوريين، وبالتالي يمكن ان يساعد ذلك في معرفه هل هو من مصدر واحد او لا. يعني في اساليب كثيره علميه نعم يمكن ان نجزم بها من اين اتى هذا السلاح. نعم. النقطه الثانيه لازم نشوف من الذي يستفيد. سوريا بالتاكيد لا تستفيد. النقطه الثالثه اللي احب اقولها انه استخدام السلاح الكيماوي بطريقه غير اقتصاديه، انك ترمي غاز او زيوت او غيره بطريقه قاتله بهذا الشكل، هم عاده بيبقى تو ديسيبل القوات، يعني العسكريين ما بيستعملش اي حاجه، بيستعمل هذا بكميات معقوله. ليه؟ لانه لازم يستخدمها بطريقه اقتصاديه، ما يرميش كده بحيث انه يقتل، ممكن قوي تو ديسيبل يعني يخلي القوات مش قادره، بيتقايوا ونايمين في الارض وبتاع، لكن مش للقتل. اذا يحدث القتل طبعا في بعض الاحيان، لكن مش هو ده الهدف. واضح ان في سوريا الهدف كان غريب جدا، انه كان قتل هذه ال وده استخدام نسميه غشيم للسلاح الكيماوي. طيب كان سيادة السفير، كان المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض قد اعلن ان روسيا قدمت افكارا ولكنها لا ترقى لكي تكون خطه محدده المعالم. اعتبار هذا يعني من قبل الولايات المتحده، الا يوحي بان الولايات المتحده تقبل هذه المبادره على مضض، وان الرغبه في توجيه ضربه عسكريه مباشره لنظام بشار الاسد هي التي تسيطر على الولايات المتحده؟ ده برضو بيذكرني بالمثل العربي اللي بيقول تمنعنا وهن الراغبات. الولايات المتحده الامريكيه شعرت انها في مأزق حقيقي، لان روسيا وان لم تشترك معها في الخطوط الاولى لما يخطط لسوريا، الا انها بدون شك كانت بتلعب في الجيم، يعني عايزه تزود الرهان علشان تشوف هتاخد المقابل ايه. ليه بقى؟ لان روسيا غمضت عينيها قبل كده في موضوع ليبيا على اعتبار انها تاخد جزء من الكحكه. نعم. وليبيا وروسيا ايضا غمضت عينيها بعد انتهاء الحرب البارده، وسابت الغرب ياخد جزء كبير من الكعكه في العراق، وخرجت روسيا خاليه الوفاض تقريبا من كل هذه المغامرات في الشرق الاوسط. النهارده روسيا او بوتين، فلاديمير بوتين، وجه رساله واضحه جدا بغض النظر عن، انا ما اعتقدش انه هيزرف دمعه واحده لو بشار الاسد بكره انتهى، لن يبكي عليه، انما هو وضع ايديه على المائده وطرق المائده وقال روسيا هنا، انا عندي شروط، وبدا يبعت البوارج بتاعته في البحر الابيض المتوسط، كلها مظاهرات زي ما نقول لعبه امم، وهو بيزود الرهان بتاعه. بمعنى ما هي المصالح الروسيه اللي هتتحقق او هتحققها لي امريكا مقابل ان انا هشوف لك مخرج، وهذا المخرج في النهايه هو عبارة عن نزع أظافر سوريا. وأنا عندي شك أن رغما عن ذلك سوف تأتي الضربة أيضا بأي تحجج إن سوريا، لأنه خدي بالك الاتفاقية بتاعت حظر الأسلحة الكيماوية، أنا لما بوقع النهاردة لازم بعمل إجراءات تصديق في البرلمان. نعم. وبعد إجراءات التصديق دي باخد وثائق التصديق أروح أودعها في لاهاي في مقر المنظمة، كويس؟ لا تسري علي هذه الاتفاقيه الا بعد مرور شهر. يعني احنا بنتكلم على نصف اكتوبر بهذا الشكل. امريكا انا متاكد
هتحط شروط لتسريع هذه الإجراءات. سوريا أنا ما عنديش شك إنها برضو هتحاول تعمل نفس الإجراءات اللي كان بيعملها صدام حسين في اللي أنا مش بسميه دلع، اللي هسميه إن والله لو في مكسب ممكن ناخده نخبي شوية يعني شوية هنا وشوية هنا. فأمريكا قد تضرب سوريا في النهاية. ليه بقى؟ الحل السياسي اللي هو في مخيلة أمريكا واللي هو في جنيف واحد كان على أساس أن يبقى فيه حكومة قوية بصلاحيات واسعة، وبالشكل ده يبقى بشار الأسد وجوده زي عدمه، ويبدأ الناس تعمل انتخابات ودستور وتتقدم وفقا للديمقراطية اللي بيتكلموا عليها. لكن هو الواقع اللي بيخطط دلوقتي هو أن يظل هؤلاء المقاتلين، لأن الثورة الثورة مسلحة دلوقتي نعم. واختلطت أوراقها لدرجة مش عارفين مين تبع مين ومين بيقاتل تبع مين، مين تبع حزب الله، مين تبع إيران، مين تبع بعض الدول العربية في الخليج، مين تبع، فاختلطت الأوراق. فكما فعلوا مع إيران والعراق، من مصلحة الغرب وأمريكا وإسرائيل أن يظل الجيش السوري يقاتل إلى آخر جندي سوري تلك الفئات من القاعدة ومن غيرها، يخلصوا على بعض بدون أي قطر الدم من جندي مارين أمريكاني واحد، بدون ما يصرفوا دولار واحد على هذه الحرب الغبية اللي بيمارسها العرب واللي بيقتلوا فيها بعضهم بلا أي جدول. هنا كان لابد أن يكون في دور للإقليم، دور لجمع الدول العربية، دور لمصر بعد الثورة، لكي تقول زي ما بوتين قال أنا هنا وبيزود رهانه، أنا نفسي أن مصر تقول أنا هنا وعايز أحط الرهان بتاعي واحمي أمن القوم. هنتحدث عن الدور العربي في هذه الأزمة ولكن بعد فاصل قصير. To disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. بجدد تحيات حضراتكم مشاهدينا، وسعدنا ان يكون معنا عبر الهاتف من واشنطن الاستاذ محمد الطاهر الكاتب المتخصص في الشؤون الامريكيه. برحب بحضرتك استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اعلن جون كيري وزير الخارجيه الامريكي عن منح سوريا مهله 30 يوما حتى تعلن او تقدم بيان بمخزونها من الاسلحه الكيميائيه. واليوم في ختام المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف اعلن عن مهله مدتها اسبوع للنظام السوري للاعلان عن
بيان بالأسلحة الكيميائية الموجودة لدى سوريا. إلى أي مدى يمكن الاعتماد على ما ستقدمه الحكومة السورية من بيانات؟ ما الضامن بجدية هذه البيانات؟ وربما يعني كما تقول المعارضة أن بعض الأسلحة الكيميائية السورية تم نقلها إلى لبنان وإلى العراق وإلى جهات أخرى، فما الضامن لدى الولايات المتحدة خاصة وأنها تتربص لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا بأي حال من الأحوال؟ يجب التذكير أولا بما يحدث هنا في الولايات المتحدة. الأوساط السياسية والإعلامية تتحدث عن إهانة الدبلوماسية الأمريكية من قبل روسيا بخصوص موضوع الأسلحة الكيماوية في سوريا. بخصوص الإعلان عن موعد تقديم سوريا للائحة بالأسلحة الكيماوية وأماكنها وطريقة تفكيكها في غضون أسبوع، يعني حسب ما ذكرت الأوساط الإعلامية هنا في غضون أسبوع ستقدم الحكومة السورية بهذه المذكرة لكلا الجانبين، الحكومة الأمريكية والحكومة الروسية. الحكومة الروسية تتحدث عن أنها ستكون الضامن لهذه الإجراءات، والحكومة الأمريكية تتحدث عن أن مجلس الأمن والأمم المتحدة ستكون أيضا الضامن والراعي لهذه الإجراءات، وعليه سوف تسعى الولايات المتحدة على الحصول على تفويض من مجلس الأمن تحت إجراءات البند السابع فيما يتعلق بالإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة السورية في هذا الإجراء. أستاذ محمد، يعني سؤالي يعني كيف تقيم الولايات المتحدة البيانات التي ستقدمها سوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية؟ بمعنى يعني سوريا قد تعلن أن لديها 20 موقعا مثلا للأسلحة الكيميائية، وما هو معروف في الأوساط الصحفية أن سوريا تمتلك 45 يعني مركز للأسلحة الكيميائية. من الذي يضمن دقة هذه البيانات؟ فربما تعلن الولايات المتحدة أن هذه البيانات غير سليمة. الحكومة الروسية ستكون الضامن فيما يتعلق بكمية وأماكن الأسلحة الكيماوية. يعني أحب أن أؤكد لك يعني من الآن أن الولايات المتحدة لن يرضيها ما سوف تقدمه الحكومة السورية، وأيضا ما سوف تعلن عنه الحكومة الروسية فيما يتعلق بهذا الإجراء. يعني أنا أؤكد وإذا لم ترضى النتائج التي ستعلن عنها النظام السوري، هل ستلجأ الولايات المتحدة من جديد إلى استخدام القوة بمفردها كما أعلنت من قبل، أم أنها كما ذكرت حضرتك ستلجأ إلى الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتوجيه ضربة دولية للنظام السوري؟ كما ذكر جون كيري فإن رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لديه الحق في استخدام القوة ضد سوريا إذا ما تعلق الأمر بتهديد للأمن القومي الأمريكي. والولايات المتحدة تعتبر أن امتلاك الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية بالرغم من انضمامها لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية الأسبوع دوت، إلا أن الولايات المتحدة بتعتبر أن ذلك أيضا تهديد للأمن القومي الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. هذا حدث تماما مع العراق قبل 2003. الولايات المتحدة لم يرضيها ما قدمته الحكومة العراقية في ذلك الوقت بلائحة امتلاكها بما تمتلك كانت تمتلكه من أسلحة الدمار الشامل والصواريخ متوسطة المدى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الطاهر الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية من واشنطن، شكرا لهذه المداخلة. دكتور محمود، يعني ما الضامن بأن النظام السوري سيعلن بموضوعية؟ هل تعلم موسكو بمخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية؟ وهل ما تعلمه موسكو هو نفس ما تعلمه الولايات المتحدة؟ هل الأمر معلوم كده في العالم؟ لا، أنا هي في خطوات هتتبع. الآن سوريا كما أعلم وقعت أو قبلت أو يعني قبلت الإشراف الدولي، لا المعاهدة، الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. أول بند في المعاهدة
يقتضي لكل دولة تنضم انها تقدم بيان بالمخزون اول حاجة وحاجات تانية. فاحنا هنقف عند دي دلوقتي. لو سوريا امامها خطين هي مضطرة انها تقدم بيان بكل ما لديها. ليه؟ لانه لو ثبت بعد ذلك لان الناس مش هتاخد البلد ده بشكل يعني مطلق، لا هياخدوا هذا البيان ثم يخضع للتأكد verification، لانه لازم يعرف انه هذا البيان متفق مع الواقع. فاذا ثبت انه غير واقعي هنا تخضع لمسألة مخالفة القرار الدولي، مخالفة المعاهدة، وهذا يعطي امريكا الحق في انها تحيل الى البند السابع او واتيفر، يعني تتعرض لعقوبات، لان هيثبت في هذه الحاله انها تقوم بعمل غير جدي. نعم. وده هيعرضها للمشاكل. فاذا مجرد هي ما وقعت ما نخافش، لانه هيقدموا كل ما لديهم، وكل ما لديهم يعني كل ما لديهم، واذا حاولوا التهرب سيخضعوا بعد ذلك لاجراءات الله يعلم ايه. طب سيادة السفير، شكك جون كيري في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الروسي وقال ان نتائج هذه المبادرة من السابق لأوانه ان نقول انها ستكلل بالنجاح. هذا يوحي بان الولايات المتحدة ربما تكون غير متفائلة بالمبادرة، او انها يعني ترى ان الخطوة ليست جدية، او انها تضع في الاعتبار ايضا اصرارها على توجيه ضربة عسكرية لسوريا. هو ممكن كل ده، لكن هم لابد انه يطلعوا تصريح، لان بدون شك موسكو حققت انتصار دبلوماسي، ان مبادرة عليها القبعة الروسية. وفلاديمير بوتين نشر في واشنطن بوست مقال طويل جدا بيقول امريكا فيها ان مستر اوباما بيقول ان امريكا هي الدولة الاستثنائية، ولابد عندما نتصرف نتصرف بشكل استثنائي. فقال له ارجوك بعض التواضع، لان ما فيش حاجة اسمها استثنائي. فهم شاعرين انه خدوا بدون شك هزيمة دبلوماسية، فممكن يكون ده احد ردود الفعل التلقائية. لكن انا عايز اقوله، تقريبا مراسلكم في واشنطن من بيقول ان امريكا عايزه تدافع عن امنها القومي، على اعتبار بقى ان اسرائيل احدى الولايات ولايه من الولايات المتحده الامريكيه. الموضوع ده كله بيجعلني انظر الحقيقه مدام غاده، ان العرب اصبحوا كالايتام على مائده اللئام فعلا، لان دوله دوله بيتم اصطيادها وافراغها. احنا كان في مؤتمر لخلق منطقه الشرق الاوسط منزوعة من السلاح النووي، كان المفروض يعقد السنة اللي فاتت في يناير السنة اللي فاتت، وتم تأجيله بضغوط أمريكية وإسرائيلية، وإحنا من سنة 74 والدبلوماسية المصرية شغالة للوصول إلى هذه النقطة. وفي كذا مؤتمر مراجعة استطعنا أن نجمع إجماع دولي عليها، وده السلاح النووي اللي هي حيازته طبقا لآراء معتبرة في القانون الدولي، حيازته بس بتعتبر انتهاك للقانون الدولي الإنساني في شكله الجديد. عندنا اسرائيل عندها ما يقرب من 300 راس نوويه، لم يتحدث احد ولم يشر الى ان ممكن بالخطا او بالتعمد يحصل ما ينهي الشرق الاوسط كله بهذا المخزون النووي لدى اسرائيل. طب وليس من حق دول الجوار لهذا الخطر ان تمتلك من اسلحه الدمار الشامل، وليكن السلاح الكيميائي كبديل عن الاسلحه النوويه، اليس هذا حق؟ لذلك يقال طبعا حق، لانه في حق الدفاع عن النفس، وفي حاجه اسمها الردع. انا ان لم يكن لدي ما اردع به خصمي فانا خاضع له شئت ام ابيت. احنا دخلنا في مباحثات طويله جدا في نزع السلاح للتوصل الى نزع كل اسلحه الدمار الشامل بما فيها السلاح الكيميائي والنووي والبكتريولوجي من الشرق الاوسط. مين اللي واقف عقبه في ده؟ اسرائيل، وبدعم كبير جدا جدا من الولايات المتحده الامريكيه. فالنهارده عشان كده بيسموا السلاح النووي هو القنبله النوويه الفقير بتاعت الفقير، اللي هو الفقير يستطيع السلاح الكيماوي الكيماوي. نعم. ان هو السلاح النووي بتاع الفقير، هو السلاح النووي للفقير اللي يقدر على الاقل يرضع جاره القوي الذي يملك قنابل نوويه الا يستخدمها ضده، سواء في شكلها التكتيكي او غيره. اللي انا عايز اقوله باختصار ان هو دلوقتي بعد انضمام سوريا، اذا انضمت يعني، لان لسه يعني وقعت ولسه وثائق التصديق، انما اذا انضمت
هيتبقى في منطقة الشرق الأوسط كلها دولة واحدة ما وقعتش على هذه الاتفاقية وهي مصر. نعم. وأنا متأكد أن الضغط الأمريكي والدولي هيزيد جدا جدا لكي توقع مصر على هذه الاتفاقية. إحنا موقفنا واضح أن إحنا لن نوقع على هذه الاتفاقية ولن ننضم إليها إلا إذا إسرائيل تخلصت من كل الأسلحة النووية اللي عندها وأصبحنا على قدم المساواة أن كل دول الشرق الأوسط بلا سلاح نووي. النهاردة أي ضربة سوف توجه لسوريا معناها انهيار جدار الأمن القومي الشمالي للمنطقة العربية والمصر، معناها تهديد مباشر لكل المنطقة العربية بعد أن سقط الجدار في العراق اللي هو جدار الأمن القومي في الشرق. مصر عليها مسؤولية كبيرة جدا، مصر لابد أنها تتحرك وإنها دبلوماسيتها تنشط في كل عواصم العالم، إنها توضح ما هو ما يخطط لهذه المنطقة من تقسيم وتدمير في الوقت اللي هو لم يتحدث أحد عن كل هذه الأسلحة النووية التي لدى إسرائيل، لم يتحدث أحد عن احتلال أراضي عربية كل هذه السنين. لابد أن يكون لنا موقف ده بغض النظر عن بشار وغير بشار، احنا بنتكلم دلوقتي عن أمننا القومي ولابد أن نكون واضحين. لا ينبغي أن نسمح بسقوط الدولة السورية، لا ينبغي أن نسمح بتدمير الجيش العربي السوري. طيب دكتور محمود، حضرتك ذكرت في أول الحديث أن المستفيد من الحادثة التي وقعت في 21 من أغسطس وراح ضحيتها أكثر من 1000 قتيل من السلاح الكيميائي في سوريا هم ليس نظام بشار الأسد. طيب ماذا يمكن أن يحدث في ظل نظرية المؤامرة التي يتحدث عنها سيادة السفير بأن مصر ربما تكون مستهدفها بنفس الأسلوب الذي استهدفت به سوريا من قبل، وبالتالي يمكن أن يقال أن مصر استخدمت السلاح الكيميائي في مواجهة أي جماعة أو أي تنظيم في مصر وأن يوجه إليها نفس الاتهامات الموجهة إلى النظام السوري؟ هو طبعا يعني مسألة استخدام السلاح الكيميائي، احنا عندنا هنا الكونفليكت، خلينا نتكلم بصراحة شوية، ما تقوم به جماعة الإخوان هي الجماعة المناوئة وبتناوئ بطريقة غير قانونية وغير شرعية وغير كل حاجة، يعني مجرد ارجاع للدولة الى الخلف وتطبيق النظريات الامريكية في الشرق الاوسط واستباحة الحدود المصرية، كلام كتير. يعني اذا حاولنا نسأل هل ممكن تكرار السيناريو ما حدث في سوريا في مصر، هذا ممكن حينما نفاجأ بأنه تم مصر مستباحة من جميع الحدود بكل أنواع الأسلحة. ويحضرني هنا تصريح من أحد السادة العسكريين في أحد الصحف أنه الأسلحة سيناء مدججة بكل أنواع بما فيها الطائرات. طب في العجالة دكتور محمود، إيه كيفية الخروج من هذا المأزق في دقيقة واحدة؟ عايزة حضرتك إيه اللي ممكن تتفادى به مصر مثل هذا السيناريو الذي ربما يكون مفتعلا؟ هو مفتعل. نعم. إذا حدث لا يوجد إلا الشفافية وإيقاف كل أنواع التمردات. هذه تمردات أصبحت تمردات لغو من العمل السياسي. نعم. لغو في العمل السياسي. نعم. لا قيمة له ولا معنى، وأنه نسرع أيضا بخطوات تكوين الدولة المصرية الكاملة اللي هو مجلس الشعب ودستور. سيادة السفير، كيف يمكن لمصر أن تتلافى من وجهة نظر حضرتك مثل هذا السيناريو السوري في نص دقيقة؟ هو مستحيل أنه يتحقق في مصر، لأن هذا الشعب اللي خرج في 30 يونيو هذا الشعب لم يسمح بأن هذه المؤامرة تستكمل في مصر، وإحنا بإذن الله ماشيين في خريطة طريق، وأنا أعدك وبعد الشعب المصري أن هذه الدولة ستظل واقفة على قدميها أمام العالم كله ولن تقهر أبدا إن شاء الله بإذن الله. أنا بهذه العبارات المبشرة بالأمل بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير معصوم مرزوق المساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محمود بركات المدير العام لهيئة الطاقة الذرية العربية سابقا. شكرا. أشكركم شكرا جزيلا، وأشكركم مشاهدين على حسن المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.